الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم ووفى. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى في فاتحة هذا اللقاء أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية والخلاص في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. موضوع حلقتنا بمشيئة الله تعالى الأجنحة الثلاثة للإيمان ومحلنا منها. أنتم تدركون أن وجود الإنسان في هذه الحياة نيط بأداء مهمة، ولا يستطيع أحد أن يعرف هذه المهمة إلا من اتصل بالله تبارك وتعالى. ولذلك نجد من يقطع صلته بهذا الدليل، بهذا المرشد وهو الله سبحانه وتعالى، يتيه في بحار هذه الحياة. وقد عبر عن هذا التيه والحيرة أحد من قطع صلته بالله عز وجل، وهو إلياء أبو ماضي في بعض قصائده، حيث قال: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ثم يقول: وطريقي ما طريقي، أقصير أبعيد أم قصير، أو أطويل أم قصير، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري. هذا حيرة، هذه حيرة ما بعدها حيرة. ولو أنه أما كتاب الله تبارك وتعالى لا عرف أصل وجوده وسبب وجوده والغاية التي ينتهي إليها. فالله عز وجل سمى سورة بأكملها بسورة الإنسان، فيها إجابة عن هذه الحيرة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم قال: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جئت من أين؟ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لماذا وجد في هذه الحياة؟ هكذا ليعبد الله عز وجل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإلى أين يذهب؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فالآخرة فيها أحد مصيرين، فمن اتبع هدى الله، هدى البيان، وفقه الله إلى طاعته فأورثه الجنة، ومن تنكب عن هذا الهدى، استحب العمى على الهدى، عاقبه الله تعالى بما وجه إليه نفسه وهو عذاب الله عز وجل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن الإيمان هو مصدر الأمان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهوم هذه الآية أن من لم يكن مؤمنا فلا أمان له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك يبين الله تبارك وتعالى أثر الإيمان في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو مصدر إذن استقرار نفسي، الإيمان مصدر استقرار، استقرار نفسي. وكذلك يبين الله عز وجل أثر هذا الإيمان في الدنيا والآخرة، فقال من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بينما من يعيش منبتا عن الإيمان فإنه كما تقدم يكون في حيرة، في ضيق، في تيه. يا عبادي لا خوف علي، قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فاتبعه في الدنيا والآخرة. وقال في المؤمن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي في الآخرة. ذكر هذه النتيجة من أين تحصلوا عليها في الدنيا، قالك الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف، جمع صحفة، من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أما غيرهم فقد يحصلون على بعض المتع ولا يسميه الله عز وجل نعيما، بل يسميه متعا، بل الدنيا كلها يسميها الله عز وجل متاعا، كما قال الله عز وجل حكاية عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. لاحظ متاع، لأن لها أمد ستنتهي إليه، فكيفما يعطاه الإنسان من هذه الحياة بمعزل عن الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والعياذ بالله. بعد هذه المقدمة يتبين لنا أهمية الإيمان في الحياة، وأن الإنسان لا يستغني عن هذا الإيمان. بقي أن نعرف ما هي أجنحة هذا الإيمان حتى ننظر في مرآة هذه الأجنحة هل تنعكس صورتنا عليها أو لا. فإذا انعكست صورتنا على هذه الأجنحة حمدنا الله تبارك وتعالى، وإذا لم نرى صورتنا في هذه الأجنحة فلنراجع إيماننا، لأنه كما جاء في الأثر ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان أيها الإخوة ليس مجرد دعوة يدعيها الإنسان، وإنما لابد من أن يبرهن على هذا الإيمان. لذلك كان على الحريص في إحراز هذا الإيمان أن يتعرف على روافد بل أسس بل أركان هذا الإيمان. فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا إلا إذا دخل الإيمان من أوسع أبوابه، بل من أول هذه الأبواب، ولا يوجد باب آخر يمكن أن يلجا منه إلى الإيمان، وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله إسلام،
وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك ربما يكبر في صدر بعض الناس رد أعمال كثيرة يعملها الإنسان خارج إطار الإسلام، مشروعات خيرية، بناء مستشفيات، إغاثة من غير المسلمين، ولكن الله عز وجل هو الحكم في هذا. فالله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فمن يعمل خارج الإطار، خارج غطاء الإيمان، فليس له من عمله إلا الحسرة والعياذ بالله. هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، لأنه لم يأتي بهذا من بابه، وليس هذا ظلما من الله تعالى، الله عن ذلك، لأنه ظلم نفسه بالإعراض عن الله والاعتداد بنفسه. يعني هذا الشخص عندما عمل لم يعمل لله، فكيف يثيبه الله على ذلك؟ الذي يريد أن يعمل لله لابد أن يدخل تحت المظلة التي نصبها الله وهي الإسلام، والذي يعمل خارج هذه المظلة فليأخذ أجره من غير الله. هذا هو المنطق. أنت عندما تدخل في مؤسسة وتبرم بينك وبين هذه المؤسسة عقدا ثم تعمل خارج هذا الإطار، هل يحق لك أن تطالب مسؤولك الذي أبرمت معه العقد بالأجر الذي عملت به خارج العقد؟ يصح؟ ما يصح، لا يحق لك ذلك. إذن هذا هو العقد، عقد العبودية بيننا وبين الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تحت هذا السقف، تحت هذا العقد، تعمل ما تعمل من أعمال وفق الشروط المبينة. فهذا هو المفتاح، ولا يوجد مفتاح آخر. لكن نلاحظ أن هذا المفتاح قد يأخذ به الإنسان ولكنه لا يحسن الدخول به في الإسلام، وهذا إشكال كبير ينبغي أن نلتفت إليه. كيف؟ هذا الإشكال يأتي من خلال النطق بهاتين الشهادتين. فبعض الناس يأتي بالمفتاح ولكن لا يستطيع أن يفتحه. لماذا؟ لأنه لا يحسن هذا الفتح. المفتاح هو الإسلام ولكنه لا يحسن. كيف؟ قضية النطق بالشهادتين خاصة عند العوام، منهم من يقول لا إله إلا الله، هذا خطأ وخطر. وكذلك البعض يقتصر على يعني على الجملة الأولى التي فيها الإثبات، التي فيها النفي، فيقول لا إله استغفر الله، خاصة عندما يتعجب من شيء، وهذا خطير. حتى أن العلماء وقفوا إزاء هذا الموقف، الاقتصار على النفي فقط دون الإثبات، موقفين. بعض الناس قالوا حكموا بشركه لأنه نفى أن يكون هناك إله والعياذ بالله. ومنهم من عذره لحسن قصده مع قصور لفظه، ومع هذا فالواجب على هذا الإنسان أن يتعلم كيفية هذا النطق. فإذا لابد من النطق الصحيح، هذا واحد. الأمر الآخر أن هذا القول الذي هو أحد أجنحة الإيمان يتوجب منه عدة أمور، منها أن الإيمان
لا بد أن يكون من مقتضياته ذكر الله تبارك وتعالى، يعني من الواجبات التي يجب على الإنسان أن يأتي بها ذكر الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن الذكر واجب؟ وسنبين ماهية الذكر. الدليل من القرآن، الله سبحانه وتعالى بين أن ثمة فرقا بين من يذكر الله وبين من لا يذكر الله، والذي يذكر الله يكون له صفة تختلف عن الصفة التي عند من لا يذكر الله عز وجل. لاحظوا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أمر من الله، يا أيها الذين آمنوا نداء، اذكروا أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في المقابل يسمي الله تعالى من لا يذكر الله إلا قليلا منافقا. قال لك: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هؤلاء؟ منافقون. قال لك: إن المنافقين يخادعون الله، إلى أن قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء يا إخواني ليسوا منقطعين عن الذكر رأسا، وإنما لا يذكرون الله إلا قليلا، فهم عندهم ذكر إلا أن هذا الذكر قليل. أتعرفون هذا الذكر متى يكون؟ يكون في وقت الملمات، عندما تحيط بهم المصائب، هنالك يدعون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. من قبل لا يذكرون الله إلا قليلا، من قبل غافلون عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذن الذكر من شيمة المؤمن، وبعض الناس ربما يعسر عليه معنى الذكر، يعسر عليه معنى الذكر الذي هو الأساس منه ذكر الله، يعني أو الآلة منه ذكر الله باللسان، فيقول: هل معنى ذلك أننا ننحبس بين أربعة جدران ونبقى نسبح ليل نهار؟ نقول له: هذا يعني فهم خطأ، فذكر الله تعالى لا ينفك عن الحياة ولا ينفك عن ممارستك لسائر الحياة، ما ينفك. فأنت تذكر الله عندما تتناول كوبا من الماء تقول بسم الله، فهل تعطلت مناحي الحياة عندك؟ تقول الحمد لله، هل تعطلت مناحي الحياة عندك؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى. ولو أن الله عز وجل كلفنا بأن نصلي عند كل نعمة ينعمها علينا لكان منه محض العدل سبحانه وتعالى، هذا عدل من الله، ومع هذا لم يكلفنا ذلك، بل قال: احمد الله عندما تشرب، أو سم الله عندما تشرب، واحمد الله تعالى عندما تفرق، واصنع ذلك في الأكل، عندما تأتي إلى مخدعك باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما الذي تعطل من مناحي الحياة عندك؟ عندما تستيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره أصبحنا وأصبح الملك لله، هل تعطل شيء من مناحي الحياة؟ عندما تستقل سيارتك: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عندما تلبس ثوبك: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. تخرج من بيتك: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يا إخواني كم يستغرق هذا منا؟ لماذا نضع أنفسنا أو نصور لأنفسنا أن الذكر الكثير تعطيل للحياة؟ عندما يدخل الإنسان بيته بدلا من أن يستفتح الدخول ذاهب الغداء، ذاهب العشاء، ذاهب الريوق، السلام عليكم، بسم الله ولقنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، بسم الله ولقنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك إيتي بهذه الزوائد، الغداء والعشاء والريوق والقهوة. هكذا المؤمن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني هذه المظاهر تثير هذا المكامن، مكامن الإيمان في نفوسهم، فيفيض على لسانهم، يفيض على الألسنة عندما يرون هذا الكون، لأنهم يسمعون بالبصيرة تسبيح هذه الكائنات كلها لله عز وجل، فيتفاعلون مع هذا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا المؤمن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذن من دلائل مؤشرات الإيمان أن الإنسان عندما يرى نعمة من نعم الله عز وجل ينطلق لسانه متحدثا بهذه النعمة، وهذا الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو على قمة هرم المؤمنين، عندما ذكر الله عز وجل المنن والنعم التي منحها وأكرم بها نبيه عليه الصلاة والسلام، أمره بأن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك أيضا سيدنا داود وسيدنا سليمان، قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان منا فضلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. مقام سيدنا داود، مقام سيدنا سليمان، مقام عظيم عند الله عز وجل وفي المجتمع، وخاصة سليمان عليه السلام آتاه الله تعالى النبوة والملك. ولا يتصور أن سليمان قال هذا عند فرد أو فردين، لأنه نبي وأيضا ملك، فمقامه يقتضي أن يكون من يستمع إليه جمهرة عظيمة من الناس حتى يشعرهم بنعمة الله عز وجل. فتحدث بنعمة الله عز وجل. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أيها الناس قال علمنا منطق الطير. هذا هو المؤمن، يتحدث بنعمة الله على جهة التفضل لا على جهة الإعجاب، لأن هناك من الناس من يتحدث بنعمة الله ولكن على جهة الإعجاب وعلى جهة الاستحقاق، كأنه يقول: لولا أن الله رآني أهلا لهذه النعمة لما ما أعطانيها. وهذا مذموم، كما قال فرعون:
لقومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هذا تحدث بالنعمة ولكنه على جهة الإعجاب، واضح؟ على جهة الاغترار، هذا مذموم. وكما قال أيضا صاحب الجنتين لصاحبه أنا أكثر منك مالا، تحدث بالنعمة، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظلم. إذن هذا مذموم، فالتحدث بنعمة الله إنما يكون على جهة التفضل، أن هذا محض فضل من الله، كما قال سليمان إن هذا عليه السلام إن هذا لهو الفضل المبين، مبين ليس في أي غموض، يعني ليس لي فيه أي لد. تأملوا من يعني يعطيه الله عز وجل لسانا آخر، لغة أخرى أجنبية غير لغته الأم، تجده يتشدق بها في كل واد وفي كل ناد، وربما لا يعرف من تلك اللغة إلا كلمة أو كلمتين، How are you or goodbye، وتجده في كل وادي وفي كل نادي يرطن كلمتين عربي ثلاث كلمات عربية وكلمة إنجليزية. ما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ فرق بين أن تكون نية الإنسان في تعلم اللغة اكتساب العلم والمعارف وسيلة لتبليغ دين الله عز وجل، فهذا من شكر النعمة، وبين من يعني يتشبع بما لم يعطى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذه بعض ما يخرج من اللسان من قول من محمود أو مذموم. أيضا من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يجريها على لسانه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك داخل في الإيمان، وقد امتنح الله تعالى به المؤمنين. ماذا قال الله عز وجل؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، فالمفلحون هم المؤمنون، واضح؟ إذن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله. المصيبة عندنا يا إخواني أننا مجتمع أبكم في الدعوة إلى الله. وأحكي لكم على عجل قصة رجل أمريكي أسلم وقد عاش في عمان 7 سنوات، ثم سافر إلى قطر فاستقبل بحمد الله تعالى بمطويات تعريفية عن الإسلام ومكارم الإسلام ومحاسن الإسلام، فدخل الإسلام. ثم سئل عن عمان كيف وجد عمان، قال وجدت شعبها طيبين وكرماء غير أنهم بخلاء. كيف كرماء وبخلاء؟ قال لم مكثت 7 سنوات بين ظهرانيهم فلم يدعوني واحد منهم إلى الإسلام. يعني نحن نكتفي أن نبتسم للناس حتى يقال فلان ما شاء الله طيب، أما حبنا لمعتقدنا غيرتنا على ديننا نشر الخير للغير ما موجود إلا من رحم الله. فهناك بكم عند كثير من أبناء هذا البلد، وهذه مصيبة. والبعض من الناس يخلط ما بين عرض الدعوة إلى الله، عرض الخير للناس، وبين أن تجبر الناس على هذا، فيقول لك أنا ما أريد أجبر هذا الإنسان. من قال لك تجبره؟
يا أخي مثلك أيها الداعية كمثل التاجر، من منكم جبره التجار في 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 الولاية التي يكون فيها أو في غير ولايته؟ حد منا، هل هناك أحد منا جبره شخص من التجار فقال له لا بد ورغما عن أنفك ستشتري؟ طبعا لا. ما هي مهمة التاجر؟ مهمة التاجر أن يزين السلعة، مرة يكتب لك تنزيلات 50% وإن كان وهميا، ومرة يكتب لك يعني آخر صيحات السلع ويأتيك بعروض وهكذا، فقط خطاب للوجدان. ثم لك الخيار، إن شئت ابتعت منه وإن شئت لم تبتع. أنت أيها الداعية عليك أن تزين محاسن الإسلام بالعرض فقط. الله عز وجل قال لست عليهم بمسيطر، قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال لا إكراه في الدين، لكن قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدي. لك زميل في العمل أو في الدراسة، يا فلان هل قرأت عن الإسلام؟ سؤال، إما نعم وإما لا. هل في هذا قصر؟ هل في هذا جبر؟ فإن قال نعم ماذا قرأت؟ قد تكون معلومات مغلوطة تصحح له. لا، طيب تعرض له الإسلام بدءا من وجود الله عز وجل، تشرح له وجود الله عز وجل وأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد من خلال الواقع. جهاز الهاتف، هل تعتقد أن هذا الجهاز أوجد نفسه بنفسه، صنع نفسه بنفسه، رتب نفسه بنفسه، نسق نفسه بنفسه؟ ستكون الإجابة قطعا لا. هل تعتقد أن هذا الكون سماوات وأراضين وأجرام وذرات ومجرات وهذا النظام الرتيب لم يعهد للشمس أن أشرقت من المغرب أو غربت من المشرق؟ هذا الليل الذي يعقب النهار والنهار الذي يعقب الليل، هل تعتقد أن هذا جاء هكذا يعني مصادفة وأنت تستبعد أن يوجد هذا الجهاز مصادفة؟ تبدأ تدغدغ هذه المشاعر عرض، وكل ما نذكره إنما هو يعني شهدت له نصوص قرآنية كثيرة من خلال محاورة الأنبياء لأقوامهم، لم نجد فيه أي أدنى ضغط أو قصر أبدا. لا يحتاج إلى كبير معرفة. بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون من المتبحرين، لا، أعرابي استطاع أن يلخص توحيد الله عز وجل وجود الله عز وجل من خلال هذا النظر في البيئة التي عاش فيها. يا أعرابي كيف عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير، هل توجد بعرة من غير بعير؟ وأثر القدم يدل على المثير، أي واضع هذا الأثر، لا يوجد أثر من غير مؤثر. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على الصانع الخبير؟ فالمسألة مسألة عقلية، واضح؟ إذن لابد أن نتحرك وننقذ هؤلاء الناس من 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 يعني الضياع في الحقيقة، اللسان. أيضا بجانب هذا هناك مثالب أيضا تخرج عن اللسان منافية للإيمان، قول الزور، شهادة الزور والعياذ بالله، الشرك بالله وهو أعظم الكبائر، كل هذا منافٍ للإيمان. وأيضا الحلف بغير الله منافٍ للإيمان. لاحظ أن هناك واجبات فعلية وواجبات تركية، المقصود واجبات إثبات وواجبات نفي، واجب عليك أن تقول، واجب عليك أن لا تقول. فاللسان في اللسان أيضا، طبعا الحلف بغير الله هذا مما يجب أن
ينبه عليه الناس. الحلف بالشرف، الحلف بالآباء، الحلف بالسماء، الحلف بالنعمة، لا يجوز. من في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الحديث: لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بآبائه فهو شرك. مسألة خطيرة. فإذا هذا ممنوع. وكذلك أيضا الحلف بالطلاق، كلها من مثالب اللسان. كيف تحلف بالطلاق؟ القسم كما تعلمون هو أن تدخل باء الجر أو واو باء الباء باء القسم عفوا أو واو القسم أو تاء القسم على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. تقول بالله، والله، تالله، ورب الكعبة، أو يعني والله العظيم، أو نحو ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. فمن يحلف بالطلاق أدخل حرف القسم على غير اسم الله. بالطلاق الأصل أن تقول بالله، فأنت حلفت بغير الله، فهذا أمر خطير جدا، هذا إثم. وأي إثم! وقد يعني ذكرنا بما يترتب على هذا من الخطورة البالغة. أما قضية الأثر في حرمة في يعني انفصال المرأة وعدم انفصالها، فهناك تفصيل العلماء فيها، مرده إلى فتاوى النكاح وإلى غيره من الكتب، هل يقع أو لا يقع. عموما هذه كلها مثالب يا إخواني، لا يجوز لنا أن يعني نجريها على لساننا. القول بغير علم، قول بغير علم منافي للإيمان. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن ليس هو من المؤمنين في شيء. نعم، هذا بالنسبة للجناح الأول من أجنحة الإيمان. وبالتالي يتبين لنا أن الإيمان ليس مجرد قول لنطق بالشهادتين وانتهى، كأن الإنسان بهذا أحرز هذا الجناح. لا لا لا، هذا بداية الدخول في الجناح الشهادتان، ثم يرافق ويصاحب أشياء كثيرة، قولي يعني إثبات ونفي، لا بد من إحراز هذا جميعا. والجناح الثاني العمل. العمل كثيرا ما نجد الآيات الكريمة حاضة على العمل. يذكر العلماء أنه نحو 70 آية تقريبا كانت تذكر العمل مع الإيمان، تقرن الإيمان بالعمل. وهذا يدل على أهمية العمل، وهو جناح مهم جدا. فهذا العمل نجد مثلا الله عز وجل يشيد به في قوله: وقل اعملوا، أمر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن دافعية عملك أيها الإنسان من منطلق إيماني، وهو أن الله عز وجل مشرف على هذا العمل. لو كان إنسان تحت مسؤول ويقول له المسؤول: أنا أرى عملك، ماذا تتوقعون من هذا الموظف؟ ألا يخلص في عمله؟ سيخلص في العمل لا شك. الله عز وجل يحفز همتنا للإتقان فيقول: وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا حفز. وعندما تكون الدافعية للعمل بالإيمان
فإن الإنسان سيعمل على أن يكون هذا العمل صالحا، يحرص على أن يكون هذا العمل عملا صالحا. ولذلك الله عز وجل لم يأمرنا بأن نعمل أي عمل، قال والذين إن قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظ الصالحات، يعني لابد أن يكون هذا العمل يا إخواني عملا صالحا. وبالتالي عندما يعمل الإنسان عملا في ظاهره فيه صلاح، سواء كان هذا الصلاح عائدا على نفسه أو عائدا على مجتمعه، خارج التغطية إن صح التعبير، يعني خارج التغطية الإيمانية، فإن هذا العمل سيبوء بالفشل بالفشل. ولذلك نجد كثيرا من المشروعات تسند إلى شركات مدتها كذا سنة، فإذا بها 5 سنوات ولم تكمل. وأيضا الأعمال المنافية للإيمان سوف تفقد جودتها حتى عند الانتهاء من هذا المشروع الذي أشيد به في فاتحة اللقاء. هذا المشروع فيه من التقنيات وفيه من الجودة، والشركة سمعتها أحالية، ثم يمضي عليها الزمن فإذا بالتصدعات في هذا المبنى أو الانهيار أحيانا، لأن هذا خارج تغطية الإيمان. لم يستشعر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل في الإسلام شرط صحة للإيمان، وليس هو بشرط كمال، ليس هو طلاء، بل هو أساس من مكونات الإيمان. بدون العمل لا يقوم للإنسان إيمان. ولذلك نجد الله عز وجل يستنكر على من يقتصر على القول دون الفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه آية في سورة الصف صريحة على أن الإيمان، على أن العمل أساس. فكذلك أيضا قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني يكون الإنسان شمعة تحترق بنفسها وتضيء لغيرها. إيش الفائدة؟ الفائدة صارت لغيره. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا من كبير المقت. إذن لا بد من العمل. كذلك الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بصفات، بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني يأتي بأعمال، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في صدر سورة البقرة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعمال، لابد من عمل حتى يكون هذا الإنسان صادقا في قوله. ولذلك يقول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف أي تجد
من إياه تأمر آتيا. مهم جدا حتى يقتدي بك الناس، لابد أن يروا قولك في فعلك. فالعمل أمر مهم جدا، ولكن نلاحظ أن الله عز وجل في سورة العصر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالبعض من الناس يأتي بالصالحات والطالحات، يعني لا يقتصر على الصالحات، فهل هذا مؤمن بحسب القرآن؟ هل هو مؤمن أو هو شقي منافق؟ الجواب واضح من خلال سورة العصر. ماذا تقولون؟ من يأتي بالصالحات يأتي بالصالحات، ولكنه يضيف إليها سيئات واحدة أو أكثر. ماذا تقولون فيه؟ إيش تقولوا؟ هل هو مؤمن دخل في عداد المؤمنين الذين يريدهم الله؟ نعم. الجواب لا طبعا. كيف هذا أتى بالصالحات؟ نقول له: الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والسيئات. هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. فأنت أضفت شيئا لم يوجد في العقد. لو كنت في مؤسسة أبرمت عقدا مع مؤسسة، وفي ضوء تلك البنود التي وقعت في ضوئها العقد تتقاضى أجرك الشهري، ولنفرض 10 بنود، زين، 10 بنود، أنت عملت ب9 بنود وأخللت ببند واحد، كم تتقاضى في آخر الشهر؟ نعم، لا شيء. تقل لا يا أبا محمد، قل إن شاء الله. ماذا تقولون؟ نعم، كم يتقاضى؟ هذا 9 بنود عامل، لكن بند واحد قال مشي. نعم، يتقاضى للتسعة، زين. اتق الله، ترى اتق الله ما سب، لأن بعض الناس يعني يظن أن اتق الله يقول لك مو سويت يا أخي، اتق الله زينة هذه، الحمد لله رب العالمين. عمر الخطاب يقول: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. هذا أمر بخير يعني. الجواب كما قال أستاذنا العزيز أبو محمد، يعني لا يعطى شيئا، لأن العقد ينص على أنك إن أتيت بالعشرة لك الأجر. هو أدخل في العقد هذا شرط آخر: إن أتيت بجزء منه أعطى، وبدأ هكذا يعملها نسبة وتناسب، 9 من 10، وإذا كان أتى بالنص قال لك 5 من 10. هذا لم يوجد في العقد، هذا لم يوجد في العقد. هذه المشكلة التي يقع فيها الناس في نظرتهم إلى الصالحات والطالحات. الله عز وجل قال لك: صالحات صالحات، يعني لا تأتي بشيء آخر غير الصالحات. أنت عندما تأتي بسيئة أنت خلطت، والخلط عند الله مرفوض. إيش الدليل؟ الدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلطين، قال مخلصين. في سورة البينة: مخلصين. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص يلخصه كوب اللبن، والجميع يعرف اللبن. الله عز وجل قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم
لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن يخرج من بين فرث ودم. من يشرب اللبن هل يعني يتذوق منه طعم الدم؟ هل حصل لواحد منا هذا؟ هل فيه نكهة فرث؟ طبعا لا يوجد هذا ولا هذا. هو الخالص. الله عز وجل لابد يعني لا يقبل إلا الخالص. ألا لله الدين الخالص. لابد أن نخلص. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، يعني أشرك جعل معه شريكا، هذا معنى الشريك، أضفت شيئا آخر. محمد أبو محمد شريكي، يعني ضممته معي في عمل أو في طعام أو في نحو ذلك. هذه هي الشركة، خلطة، يعني الشركة خلطة. واضح؟ والله عز وجل لا يقبل هذا. الله عز وجل لا يريد إلا العمل الخالص لوجهه. وأعطيكم مثالا آخر. لو أن زيدا من الناس يبيع عسل، يبيع عسلا، يبيع برم، عسل برم، فذهب إليه عمرو وقال له: يا عمرو، سمعت أنك تبيع عسلا خالصا أو مصفى، عسلا مصفى. قال له: طيب. واشترى هذا العسل. ثم اكتشف هذا عمرو، لأنه خبير بالعسل الصافي المصفى من غيره، بأن فيه كمية قليلة جدا من السكر، مقدار غطاء. ماذا تتوقعون أن يصف عمرو زيدا؟ هل يصفه بأنه أمين أو يصفه بأنه غشه؟ لقد غشني زيد. كيف غشك؟ هل بايعك يعني عسلا مغشوشا؟ قال: لا، عسلا مصفى ولكن أصليا، يعني ولكن فيه زيادة. إيش هذه الزيادة؟ سم؟ قال: لا لا، ليس سما بل سكر، والسكر ليس سما. السكر يدخل في المعجنات، السكر في الشاي، والسكر في الحليب. ومع هذا فإن زيدا يسلب منه، من عمرو، فإن عمرا عفوا يسلب من زيد الأمانة، قل هذا ما أمين. سبحان الله. إذا كان الإنسان لا يغفرها لمخلوق مثله في شيء ليس ضارا، سكر أو زيادة كوب من الماء في لبن، ويقول: هذا غشني، لم يبايعني اللبن الخالص، فكيف نريد من الله عز وجل؟ كيف نقدم إلى الله عز وجل عملا مغشوشا؟ والله عز وجل يقول: وما أمروا، لا لم يؤمروا، هذا معنى لا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. بعض الناس يقولون: يا فلان، أنت تحلق في المثاليات، من منا يستطيع أن يأتي بالعمل الخالص والنفس تنازعه من كل صوب من كل جانب؟ نقول له: الأمر سهل، لأن الله تعالى سهل، فتح لنا باب التوبة. من وقع في شيء من هذه القاذورات فليغتسل بالتوبة وليكن خالصا في عمله. إيش المشكلة؟ ما المشكلة في أن يتوب الإنسان إذا وقع في الخطيئة؟ هل هناك مشكلة؟ إذن هذا هو العمل. ننظر إلى العمل من هذا الباب، أن يكون العمل صالحا وخالصا. عمل صالحا، العمل صالحا وخالصا. نعم. طبعا الكلام طويل فيما يتعلق بالعمل، لكن ننتقل إلى الجناح الثالث. من هنا يتبين لنا أنه لا يسلم لنا هذا الجناح إلا إذا أدينا العمل، وكان هذا العمل صالحا وحده وخالصا أيضا. الأمر الثالث: الاعتقاد. الاعتقاد، الله أكبر. الاعتقاد هو أساس القول وأساس العمل، وهو أساس النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا لابد أن يكون هذا الاعتقاد اعتقادا صالحا، اعتقادا يرضي الله تبارك وتعالى، فيدخل في قلبه كل أركان الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب السماوية والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل. يعتقد
حرمة ما حرم الله وحل ما أحل الله على جهة الإجمال والتفصيل فيما وجب عليه تفصيل فيه. هذا هو الاعتقاد، اعتقاد. وأن ينقي ويطهر قلبه من كل ما يخالف هذا الاعتقادات الباطلة، كأن يعتقد النقص في الله سبحانه وتعالى في أي وجه من الوجوه، النقص في ذات الله عز وجل من حيث إدراك الرؤية له، هذا نقص، اعتقاد باطل. هذا أن تعتقد رؤية الله هذا نقص في ذات الله، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فكيف تصف بما نفى الله تعالى عنه ذاته؟ كذلك أن تعتقد النقص في وعده سبحانه وتعالى ووعيده، كأن تعتقد أن الله تعالى يخلف وعده أو وعيده، هذا نقص. والله عز وجل قال إن الله لا يخلف الميعاد، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هكذا الاعتقاد. أيضا فيما يتعلق فيما بينك وبين الناس، تطهر قلبك من الحسد والحقد والغش والغل، ويعني تعوض هذا كله بالحب والإيثار والأمانة وغير ذلك من الأمور. كم يعني سمعنا من قصص عجيبة فعلا تدل على حب الإنسان لأخيه ما يحبه نفسه، وهو عنوان الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أذكر من هذا قصتين. القصة الأولى قصة أبي عبيدة عبد الله بن قاسم المسمى بأبي عبيدة الصغير، كان هو وأصحابه في سفر فابتاعوا عودا، وقالوا جاءوا إلى أبي عبيدة رحمه الله فأخبروه بأنهم حطوا من قدر العود هذا، يعني أو أوهموا البائع بأن هذا العود قيمته زهيدة، فأعطاهم، فجاءوا وأخبروا هذا لأبي عبيدة فرفض أن يأخذ هذا العود، وقال لهم لابد أن تصفوا هذا العود بما هو من صفاته، مع أن البائع إنما باع برضا، ولكن عندما صارت هناك شبهة في أن يكون هناك نوع غش أو نوع تمويه رفض ذلك أبو عبيدة رحمه الله، أبو عبيدة عبد الله بن القاسم. كذلك رجل أيضا كانت عنده غرف كما يذكرون في التاريخ، عنده غرف بعضها بخمسة دراهم وبعضها بعشرة دراهم، فخلف عند هذه الغرف غلاما، فجاء شخص فابتاع أي اشترى غرفة التي هي بقيمة خمسة دراهم بقيمة عشرة دراهم، فلما جاء البائع أخبره الغلام بالخبر فغضب غضبا شديدا وأخذ يبحث عن هذا الغلام عن هذا البائع المشتري إلى أن وجده آخر النهار، وقال له لقد ابتعت أي اشتريت الغرفة التي بخمسة دراهم بعشرة دراهم، فقال له أنا رضيت، قال وأنا لا أرضى، لأنني لا أرضى إلا ما أرضاك ما أرضاه لنفسي. فأنت أمام ثلاث خيارات، إما أن تشتري الغرفة التي هي بعشرة دراهم، وإما أن نرد عليك الخمسة، وإما أن ترد علينا شقتنا. أين نجد هذا؟ فرد عليه فقبل بالخمسة. طبعا قمة في التعامل، حب لأخيك، تطبيق لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أمر آخر أيضا قضية المحبة، عندما يزدحم الزبائن على محل من المحلات، كان هكذا الرعي الأول في الحجاز، هذه تذكر في الحجاز في الزمان الماضي، وجاره يعني صاحب المحل لا يأتيه أحد، يقول للزبائن اذهبوا
جاري صاحب المحل فإن عنده من السلع مثل ما عندي، وهو لم يأته أحد اليوم، فمن حقه أن يأخذ نصيبه. سبحان الله، أين نجد هذا؟ هل هذه الأخلاق موجودة بين التجار اليوم؟ كذلك لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. أخلاق منبعها هنا، الأخلاق منبعها هنا. لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. صورة ذلك باختصار أن يأتي المشتري ليشتري سلعة بقيمة كذا، فيأتي البائع ويقول له سأبيعك بقيمة كذا أقل من القيمة التي عرضها البائع الأول، قبل أن يتفق هو والبائع الأول. هذا سوم على سوم، يعني بيع على بيع، لا يصح. أو العكس، يأتي يعني بائع ويعرض سلعته بكذا على مشتري، فيأتي مشتري ويقول له أعطيك فيها كذا يعني أكثر. هذا سوم على سوم، لا يصح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث ذو شجون في الحقيقة، وقصص يعني الصالحين التي تنم على إحرازهم لأجنحة الإيمان، القول والعمل والقصد النية، كثيرة جدا. فيعني أنصح نفسي وأنصحكم بأن نعرض أنفسنا على هذه المرايا الثلاث، فإن وجدنا فيها صورتنا فلنحمد الله ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الأمر، وإلا فلنستغفر الله ونسأله عز وجل أن يبلغنا هذه المراتب. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية، ونسألك الخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.